صوتك العالي دليل على ضعف. لا لا والله العظيم انا قايل فيرنتينا والله قبليه. طب ناخد نرجع للفار، نرجع للفار يا جماعه ثواني، نرجع للفار. الفار معانا والموضوع بسيط جدا. والله العظيم انا قايل قبليه، انا عارف ساكن فين. والله قايل قبليه. اسلام سامي هو اللي بيجاوب الاجابه الصحيحه بعد ما رجعنا للفار. اسلام كان اسرع منك يا جوهري بثواني. والله العظيم ثلاثه، لا ودي ثلاث مره. خلاص مفيش مشكله، ما هو ثلاث مره انا بجاوب اسرع. لا انت صوتك عالي بس، عشان انت صوتك عالي. والله العظيم انا بقول اسرع. يا عم خلاص شكر يا عم، شكر يا عم. يلا ماشي. لو هي بقى اليوتيوب بقى كده. سؤال تاني عن لاعب مصري محترف، نجمنا احمد حسام ميدو، لعب في عدد كبير جدا من الدوريات العالميه. ايه النادي اللي لعب فيه ميدو في اسبانيا؟ سيلتا فيجو. سيلتا فيجو اجابه صحيحه. مين جوهري؟ يا سلام يا سلام يا جوهري، يا سلام يا جوهري. بدا يفوق لك مخصوص. قال له لعب بقى انا فوقت لك. انا شايف في حركه هتحطها في النص. طبعا دي فكره كويسه جدا انك تحطها على الخط. طيب السؤال بيقول، يلا اذكر اسم محترف مصري لعب في الدوري الفرنسي في نادي موناكو. مظهر عبد الرحمن. مظهر عبد الرحمن. هات ده ولا بس هو اصلا. اجابه صحيحه. ايه ده؟ لا وفي في تاني غير مظهر عبد الرحمن؟ احنا بنقول في عبد ربه اهو في موناكو. اذكر لاعب مصري لعب في الدوري الفرنسي. احمد ابو مسلم. حسن عبد ربه. اجابه صحيحه. ماشي. انا عايز اشيلك. ما انا مش انت اللي قعدت تقول لي خليكم. انا مش عارف اديني واقف لك اهو. يا باشا سهله يلا. طيب سؤال تاني بيقول استاذ اسلام، وانا دي اللي ما حركتهاش خالص. كنت دوس دوسه بس على وش جوهر بس بالراحه عشان وشه. طيب السؤال بيقول، مصر استضافت كاس العالم للشباب 2009 وكسبنا فريق اوروبي في البطوله دي 4-2، مين الفريق ده؟ احنا كسبنا في الافتتاح باين ترينداد وتوباجو. هولندا؟ انا كنت صغير ما اعرفش. لا بس مش هولندا. انجلترا؟ لا انجلترا كان كابتن حسن شحاته. فريق اوروبي جامد قوي. فرنسا؟ لا. ايطاليا. ايطاليا اجابه صحيحه لاحمد الجوهري. انت ليه ما يعني بتحاولش يا اسلام حتى لو ما هو بيطخ؟ ما الراجل بقى له بيطخ. انا عمال اطخ. احمد الجوهري فاضل له حركه واحده يا اسلام يا سامي ويكسب الجيم. يا ريت تدوس على وش احمد الجوهري، دوس على وشه بجد. لا 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 ايه ده؟ لاعب مصري لعب 2 كاس عالم شباب و2 اولمبياد وكاس عالم كبار. احمد فتحي. اجابه غلط. 2 ايه؟ 2 ايه؟ 2 كاس عالم شباب. احمد حجازي اجابه صحيحه يا اسلام سامي. وليك حركه يا اسلام يا سامي، وحاول تنقذ نفسك لان جوهري طاق دي. حركه حرك دي. ها حرك دي بقى فين؟ فين يا ترى؟ ادي غلسه قوي يا جماعه. غلسه ايه يا ابني؟ حركها فوق هيكسب كده. عصبناش بقى يا ابني. ما تسيبني انت. سيبه ايه بجد؟ مش ممكن. بتساعده يا كانو. مش ممكن. اي كيو ايه ده؟ انت بتساعده؟ انا ما شفتش كده. عايز اعرف بقى اعمل ايه بعد كده. نجيب دي اما نكسب دي بتاع دي. انت كده مكسب في اي حاجه كده. ايوه انت اهو بيساعدوك. انت بتساعده شبك اسلام سامي. انت بتساعده ليه؟ انا والله ما شفتش كده اسلام سامي. لا خيلتونا والبتاع. يلا يا عم يلا يا عم. السؤال بيقول، ايه اسم النادي التركي اللي لعب فيه محمد النني؟ بشكتاش. بشكتاش. اسلام سامي جاوب اجابه اسرع وبالتالي عنده حركه وحيده علشان يفوز واحتفالات كبيره. يا نهار اسود. ايه ايه برافو برافو برافو. هو صح كده ساعات شككوني ليه كل ما امسكها ما تتحركهاش. ايه انت عارف انت كان عندك ثلاث اماكن تكسب. انت متخيل؟ ارجع كده في ثلاث اماكن تكسب. لا انا من الاول عارف. عارف طب عارف ولا لا انك عندك ثلاث اماكن؟ عشان اخدها له من وشه من اول وشه لاخر وشه كده عشان بمبكه. اصله قبلي اصل الفار. والله العظيم انت حتى في السؤال بتبص له هو يا ابني. انا وشي جاذب للكاميرا. ما حد اقول لك ايه. بص طب استنى كده احرك مثلا كده اهو خد دي. في واحده تاني. في واحده تاني. خلاص بقى كفايه عشان ما تضايقش. لا انت مش عارفها اصلا. لا والله مش عارف. اسلام مبروك يا اسلام، فوز كبير جدا. وجوهري طبعا هارد لك يا جوهري، اداء كبير والله كالعاده. ماتش حلو واسئله حلوه وانتوا الاثنين الحقيقه مثقفين جدا. انا بشكركم جدا النهارده. كابتن اسلام سامي يتفوق على جوهري 2-1 في الاشواط. جوهري اداء كبير، اتمنى ان طبعا ما ياثرش على علاقتك باسلام.